يا أخي يا زين، بوابة الأكاديمية تعجبني. اليوم عندنا تغطية كاملة لأكاديمية فارس بلس. صراحة جو مرة جميل، واليوم في فعاليات جميلة، وفي شيء جديد الآن، في باص مخصص لأهل الشمال. بيتك بالياسمين، بالعارض، بالصحافة، بالملقى. أهل الشمال ترى من 20 إلى 22 دقيقة وأنت واصل وتنورنا. ما شاء الله تبارك الله، يا هلا، هلا فيكم، يعطيكم العافية. ما شاء الله، الحين على طول عندهم برنامج بالكورة، ومن بعدها فيه ترفيه. هنا فريق الشلهوب، هذه وردة بعد، ما شاء الله. هنا فريقنا، واحد اثنين ثلاثة، يا سلام يا سلام. اللي يبي يشوف التغطية سناب أكاديميات فارس. اسمع، نبي ذيك ال ضبطها بعدين بالله. كيف يا سلام يا سلام. سيف مو بكاميرا. اليوم انا الحارس عشان اوزع. يلا صح صح، كل واحد مكانه يا شباب. اللي قدام لا ترجع، لا ترجع، ما ابغى ترجع. مهاجم لا باص العب باص جاك احسان احسان، ارفع راسك، العب باص على طول، باص يا سلام، باص با يا سلام. حلو، هدف حلوه. بالنسبة لي كل أكاديمية ولها إيجابيات. هنا العدد محدود، ما يصير مثلا زحمة مرة، وفي برامج غير كرة القدم. الآن عندهم برنامج ترفيهي، وفي كافي، وفي جلسات مناسبة لأولياء الأمور، وفي شاليه، وفي لعب مائية. هناك أكاديمية فارس ملاعب داعي الرياضة، تدريب كرة قدم أكثر، والعدد كبير. فعلى حسب أنت وش تحب. في ناس يحبون العدد إذا كان كبير. أهلا، شلونك؟ طيب الحمد لله. وفي ناس يحبون إذا كان العدد قليل. أسرع، تعال هنا بسرعة 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 بسرعة. حاس فيك. سلم بليز. والله حاس فيك. حاس فيك طال عمرك. إن حنا كنا نلعب بالشارع ولا حد مهتم لنا، وهم ما شاء الله تبارك الله مدربين وشغل مرتب ومكان مناسب وشاليه. صح ولا لا؟ ليش المشكلة؟ مش قسم المشكلة إذا أنا أب ومخلي ولدي يجلس في البيت كذا ولا شيء ولا شيء. طريقة المسابقة. لا إنك تخليه يلعب ولا إنك توديه هنا. يعني إحنا نقول على زمان يمكن ما كانت توفر أمور كثيرة، لكن الحمد لله الحين توفر الأمور. الحمد لله. قبل ما يجي ولدك. الله. هنا. والله يبي في التفت. والله يبي. شكله شيء. سراوي روسية. الحين الشباب عندهم برنامج ترفيهي، عطنا نبدأ على البرنامج السريع. عندنا اليوم مسابقة صناعة القوارب. وش فكرة صناعة القوارب؟ كل مجموعة تستلم أدوات من اللي موجودة هذه، يا سلام، معهم مشرف، يكونون فكرة قارب، يبدون يشتغلون على القارب، يصنعون قاربهم، ثم بنتوجه للألعاب المائية ونشوف من اللي بيعبر قاربها للألعاب المائية. يعني بيحطونه على الموية ويشوفون من اللي تمشي. نعم سلام. تفضلوا النتائج. يلا جاهزين؟ نبي نفوز. جاهزين؟ يا سلام عليكم. شوفوا، عرفتوا وش اللعبة بالضبط صح؟ نسوي قارب، ممتاز؟ شوفوا، دايما ذكي
يبدأ بحيث انتهى الآخرون. الحين ندخل يوتيوب والناظر يمكن نستفيد. حلو؟ حلو. هذا القارب حقنا حطينا بول الناس تحت شان ما واو يا الفريق الفخم اقوى تحية فريق فارس اول فريق جاب هنا. اهم شيء انه اذا حطينا بالمسبح ما يغوص صح؟ الشكل مو مرة مهم صح؟ الكلام شيء انه ما يغوص هم اشكالهم صراحة حلوة بس شكلها بتغوص. خلينا نشوف شوفوا اشكالهم حلوة صراحة حركات. طيب النقطة الأولى راحت من نصيب القارب. ما في ولا واحد جالس مكانه؟ بسرعة شوفوا حقنا انا حاط البالونات تحت عشان ما يغوص. هم لا حاطين في الليل تحت على طول بيغوص. نقول ان شاء الله. الاولى الاولى مجموعة الاستاذ فجر اسماعيل اجمل شكل الاولى بنصيبكم يستاهلون. الحين بنحط بالمسبح الخطير والقارب حقهم الجميل وكل شيء فيه. مجموعة عبد الرحمن السلهوم بعد مراجعة التصوير صار هو القارب الوحيد اللي ما كان في تدخل. الماجد للعود إلى الآن عندهم عرض 50% على كل المنتجات. ارفع شاشة على فوق أو رح للفرع وبالتوفيق.